حاليا اليوم فريق الانتربول موجود متواجد في انتربول الدوحة في دولة قطر. اليوم هو اليوم الخامس للعملية. تقريبا حاولنا اليوم نجمع كافة النتائج والأرقام والضبطيات التفاصيل الدقيقة عنها لتناقش بها مع انتربول الدوحة. جمعنا مختلف الأرقام والضبطيات من مختلف الفرق الموجودة على الأرض. حتى الآن أصبح لدينا تقريبا ما يقارب 50,000 قطعة غيار مقلدة تم ضبطها من قبل قوات الشرطة وهيئة حماية المستهلك. تم ضبط حوالي 20,000 قطعة كهربائية متضمنة كمبيوترات، طابعات، سمارت فونز وما إلى ذلك من منتجات. تم ضبط حوالي 40,000 قطعة مستخدمة في البناء أو مستخدمة لتنظيم عمليات البناء وورش البناء. كما قمنا أيضا بضبط حوالي 50,000 قطعة غذائية مغشوشة غير صالحة للاستخدام البشري تم مصادرتها من قبل هيئة حماية المستهلك، بالإضافة إلى 40,000 قطعة من مستلزمات العناية الشخصية متضمنة الشامبو والصابون والكريمات الأخرى. الحقيقة في بعض الضبطيات كانت نوعية في طبيعتها، حيث قمنا بضبط حوالي 20,000 لتر من المعقم المستخدم في المستشفيات منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام الطبي إلا أنه يتم استخدامه وإعادة تعبئته من بعض المنظمات الإجرامية وبيعها مرة أخرى إلى المستشفيات. من خلال كل ما قمنا به من عمليات على الأرض، الحقيقة النتائج كانت جيدة ومناسبة بالنسبة إلى النسخة الأولى من عملية الشاهين. عملية الشاهين استهدفت كل ما من شأنه المساس في السلامة الصحية والأمن الغذائي اليومي للمواطن والقاطن في دولة قطر. الحقيقة لمسنا خلال هذه العملية رغبة صادقة من السلطات القطرية بالتعاون مع منظمة الانتربول بدعم هذا التعاون والوصول به إلى خطوة أخرى أو خطوة أمامية، بحيث يكون هناك عملية الشاهين 2 وعملية الشاهين 3 والمتابعة في هذه العملية. في المستقبل نأمل بانضمام دول أخرى في هذه العملية، نأمل بأن تأخذ بعدها الإقليمي وبعدها الدولي أيضا.